دو مقام ہے مرتبہ وہ ہے ایک مرتبہ گلی دے وچوں گزرے توجہ ہے نا تواڈی گلی دے وچوں گزرے ایک بڈھڑی نے آکھے اے با یزید نسا میرے گلے دا کچھ چمے یا تیری داڑھی چمے ہے تھانوں یہ گل سمجھ میں ناظر کیوں کہ سچ چسکے جو پہ گیا ہے بس کن تے ہاتھ رکھ کے خطیب صاحب نو گل سنائیں تو سہی آ گئے جی وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومغضوبه ومطلوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات محبت نال تے اونچی آواز نال حضور دی ذات تے درود پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين